كذلك على العبد أن يحرص على قيام شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل جاء في السنن أن من صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف كأنه قام الليل كله، يعني يكتب له أجر من قام الليل كله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بل هناك حديث يحثنا على الحرص على قيام شهر رمضان، بل على قيام الليل ولا سيما في شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: ثلاثة يحبهم الله، ذكر منهم رجل عنده امرأة حسناء وفراش حسن، فيقوم من الليل فيقول الله سبحانه وتعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لرقد. فهذا الرجل ممن يحبه الله سبحانه وتعالى.